الحدث جلل وليس بالأمر يعني البسيط يمكن عدم الوقوف والشرح بإسهاب عما يحدث في المنطقة. بالنسبة للمملكة العربية السعودية تعتبر هي اليوم قائدة منطقة الشرق الأوسط بشكل أو بآخر، وأثبتت ذلك بجدارة من خلال توقعاتها وسعيها منذ البدء على إيجاد مكانة مميزة كما هي تستحق كعمق لأمتين عربية وإسلامية بجدارة. فكان توجه، نحن لما بنتكلم اليوم عن المملكة العربية السعودية يعني أنا أذكر مصر، أذكر السودان، أذكر ليبيا، أذكر تونس، أذكر سوريا، العراق. فبالمجمل الطاولة اليوم أو القمة اليوم هي قمة عن المنطقة والإقليم بشكل عام، عن مشكلات التي تعانيها المنطقة لعقود طويلة وطالت فيها، عذابات هذه يعني عذابات الدول، عدم الاستقرار في المنطقة. فباعتقادي اليوم توضع النقاط على الحروف، توضع الأمور فوق الطاولة ولا شيء تحت الطاولة، وهذا تصريح سياسي المملكة العربية السعودية. نعم أعتقد نحن على أعتاب حقبة جديدة، نتأمل كل خير إن شاء الله منا بإذن الله تعالى. بقدوم الرئيس بايدن تحققت عدة أمور: أولا إثبات المكانة السياسية والرؤية السعودية بالنسبة للمنطقة.